مرحباً بالجميع، أهلاً بكم في حلقة جديدة من الموسم الثاني من برنامج تعلم اللغة الصينية. ومعاكم النهاردة ياسميني الديب كل يوم حلقة جديدة نتعلم فيهم حاجة جديدة عن اللغة الصينية. والنهاردة الدرس بتاعنا الجديد اسمه مستوى اللغة الصينية. هنبدأ الأول مع بعض زي ما إحنا متعودين بالكلمات الجديدة اللي هتظهر معايا في النص أو في الحوار. ونعرف ازاي نقدر نوظفهم بطريقه صحيحه علشان نتاكد ان الحصيله اللغويه اللي معايا والكلمات قدرنا نوظفها بشكل صحيح فبالتالي اقدر اعمل محادثه بكل سهوله مع اي حد باللغه الصينيه ويلا بينا نبدا زي ما قلنا الدرس بتاعنا النهارده اسمه هان يو فري بيان هان يو وزي ما درسنا قبل كده كلمه هان معناها اللغه الصينيه أما كلمة شوي بيان دي كلمة جديدة هندرسها مع بعض النهاردة معناها مستوى مستوى أي حاجة وهنشوف الكلمة متكونة إزاي عندي من رمز رمز نبدأ مع بعض دلوقتي بأول كلمة أول كلمة عندي هو فعل أساسي مهم جداً اسمه فعشان فعشان يعني كلمة فعشان. يعني يكتشف يكتشف أي حاجة ممكن مادية وممكن معنوية ممكن بكل سهولة نكون جمل عليها زي إيه؟ أول جملة بتقول وفعشان <applause> يعني أنا اكتشفت أنها بتحب تأكل مكرونة جدا. يبقى أي حاجة يجي معناها اكتشاف ممكن تكون حاجة مهمة جدا أو حاجة مش مهمة حاجة عادية في الحياة اليومية أستخدم كلمة فاشين بكل سهولة. شوف مع بعض جملة تانية. ممكن أقول وفاشين يجا سين خدنا مع بعض قبل كده كلمة فان معناها طريقة وكلمة سين صفة معناها جديد فلما أقول وفاعة شين يجا سين معناها إن إحنا اكتشفنا طريقة جديدة أو وفع شين يجا ها أنا اكتشفت طريقة حلوة جدا ممكن بكل سهولة برده أستخدم فع شين يعني هقول وفاعة شين تا جين تيان بو تا جين تيان أنا اكتشفت إن هو النهاردة مش هيجي ممكن أقول وفع شين جين تيان دا إيه معناها ايه؟ انا اكتشفت ان المؤتمر او الاجتماع بتاع النهارده هيبدا دلوقتي. يبقى كلمه فاسيان من الافعال المهمه جدا جدا اللي اقدر استخدمها بكل سهوله. معناها يكتشف وممكن تيجي بمعنى اكتشاف حاجه كبيره قوي او حاجه عاديه في الحياه اليوميه. نكمل مع بعض الكلمه اللي بعدي. الكلمه الاساسيه اللي معانا النهارده وهي كلمه شوي بيون شوي بيون شوي, بيان شوي, بيان شوي بيان لو نفتكر كده مع بعض كمل شوي في اللغه الصينيه معناها الميه اما بيون بتيجي دايما بمعنى حاجه مستويه مش معرجه يبقى كمل شوي بيان مستوى الميه او الميه اللي هي متزنه ده معناه المستوى ممكن اقول لك كونزو شوي بيان مستواه في الشغل ممكن اقول لك شويشي شوي مستواه في الدراسه يبقى كمل شوي بيان بتيجي مستوى لاي حاجه هنشوف مع بعض نقدر نستخدمها ازاي خلينا نشوف الاول الكلمه اللي بعديها عندي كلمه مهمه قوي وهي كلمه تين بو تين بو كلمة تين لو نفتكر قبل كده خدناها فعل أساسي بمعنى يخش حد يدخل فلو تين من يعني يخش من الباب أو يدخل الباب عندي بعد كده كلمة بو جات لنا قبل كده في كلمة بحو بو الجري كلمة بو لوحدها معناها خطوة فلما أقول لحد تين بو لو ترجمتها ترجمة حرفية تيجي معناها يدخل خطوة فبتيجي بمعنى إن حد يتقدم يبقى كلمة تين بو معناها يتقدم

يعني التقدم بتاعه ملحوظ جدا او التقدم بتاعه كبير ولكن معناها تقدمه ملحوظ نقول الجمله كمان مره 타的漢語水平進步很快 타的漢語水平進步很快 معناها ان مستواه في اللغه الصينيه تقدم بشكل سريع جدا شوف مع بعض الجمله اللي بعديها ممكن اقول على حد ان مستواه عالي جدا مستواه عالي جدا في اي حاجه على حسب السياق اللي هيجي قدامي زي مثلا تحادى شوي بيا شوي ممكن يكون مدح لحد مثلا في الشغل او حد في الدراسه يبقى ممكن اقول تحادى شوي دلوقتي مستواه في الدراسه بقى مرتفع جدا او بقى كويس يبقى كلمه شوي بتيجي بمعنى مستوى على اي حاجه انا عايز اعبر عنها وكلمه تيم بو معناها يتقدم وممكن اقول تيم بو يعني تقدمه ملحوظ او تيم بو يعني تقدمه سريع جدا شوف مع بعض الكلمة اللي بعديها عندي كلمة مهمة جدا إيتيان إيتيان كلمة إيتيان في اللغة الصينية بتتحدد معناها على حسب السياق كلمة إيتيان معناها من قبل أو في الماضي هنشوف مع بعض إزاي نقدر نوظفها بكل سهولة وإيه هي الاستخدامات والشائعة بتاعتها كلمة إيتيان عكسها خدناه قبل كده اللي هي كلمة إيهو إيهو فيما بعد أو بعد يبقى أنا عندي كلمة إيتيان معناها من قبل أو الماضي وكلمة إي هو معناها فيما بعد أو بعد وكلمة إي ممكن تيجي في بداية الجملة وممكن تيجي بعد الفعل وممكن تيجي برضو بعد الوقت وهنشوف إزاي نقدر نوظفهم بشكل سليم أول جملة بتقول شوي تاو شوي تاو إي سيان ياو شوي تاو إي سيان يعني إيه الجملة؟ بكل بساطة بيقول لك شوي تاو شوي تاو يعني ينام شوي تاو إي قبل النوم ياو سيليا ياو بتكون محتاج انك تغسل وشك يبقى لازم تغسل وشك قبل ما تنام يبقى بكل سهوله عندي كلمه ايت جاتلي بعد الفعل علشان تعبر عن معنى كلمه قبل او في الماضي يبقى شوي ياو أيتيا ياو سيليا قبل النوم لازم تغسل وشك نيجي بعد كده للكلمة اللي بعدي إيتيان وخطها إيتي جو إيتيان إيتي جو معناها إيه؟ من قبل أو في الماضي وخدها أنا وهي إيتي جو كنا ساكنين سوا يبقى كلمة إيتيان لي في بداية الجملة معناها في الماضي قبل كده قبل كده أنا وهي كنا ساكنين مع بعض ممكن أقول إيتيان و تعشى كونزو إيتيان تعشى الجملة معناها قبل كده أو في الماضي أنا كنت بشتغل في الجامعة ممكن برضه أقول بعد إن إيتيان قبل الساعة تمانية يبقى بالتالي كلمة إيتيا معناها من قبل أو قبل أو في الماضي يتحدد معناها على حسب الجملة وعلى حسب السياق شوف مع بعض الكلمة اللي بعديها كلمة اسمها ليولي ليولي ودي دايما بتيجي على التحدث بطلاقة دايما لازم يجي معها الفعل بتاع شو شو نشوف مع بعض كلمة ليولي معناها ايه كلمة ليو معناها حاجة فيها تدفق ولي سهولة فليولي معناها بطلاقة بيتكلم الحاجة دي بسلاسة بيسر وسهولة، شوف مع بعض كلمة لي ولي وأكتر استخدامات في الجمل ليها. أول جملة ممكن نقول بكل سهولة الجملة معناها إيه؟ هي بتتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، وعندي كلمة إيكوو مش معناها فم، ولكن كلمة إيكوو معناها بتتحدث اللغة بشكل عام. ايك معناها فم ولكن هنا جايه بمعنى اللغه كلها على بعضها تا شو ايك هو ليو ينجو طب لو انا عايزه ابدلها باللغه الصينيه كل اللي عليك هتشيل كلمه ينجو وتحط مكانها كلمه حانيو فكل سهوله ممكن اقول تا شو ايك هو ليو لي دا حانيو تا شو ايك حانيو نشوف مع بعض الجمله اللي بعدها الجمله بتقول تا شو حانيو شو ده خن ليو خيو شو ليه ودي بتكون في صيغه مدح للشخص اللي قدامي وخاصه من حد صيني لحد اجنبي بيتكلم اللغه الصينيه الجمله بكل بساطه معناها ان هو بيتحدث اللغه الصينيه وبيتحدثها بطلاقه لو نفتكر كده مع بعض خدنا قبل كده مكمل الحاله وان دول مكمل بتعبر على الحاله اللي وصل ليها الفعل فبالتالي نخلي بالنا برضو ان كلمه دو ما ينفعش ابدا يجي قبليها مفعول طب ظهر عندي في الجمله مفعول به بنضطر ان احنا نكرر الفعل فبالتالي ده فاعل فعل مفعول هو يتحدث اللغة الصينية شو والحالة اللي بيتحدث بيها ان هو خلي وليه انه بيتحدثها بطلاقة والجملة دي متكررة جدا في اللغة الصينية نقولها كمان مرة تحع حي شو معناه ان هو بيتحدث اللغة الصينية وبيتحدثها بطلاقة شوف مع بعض الكلمة اللي بعديها عندي كلمة مهمة جدا اسمها يوان لاي يوان لاي كلمة يوان لاي في اللغة الصينية معناها في الأصل أو حاجة أصلية يعني في بادئ الامر الموضوع كان كالاتي، تعالوا نشوف مع بعض اكتر استخدامات للكلمه دي. عندي كلمه يوان لعي. ممكن بكل سهوله اقول يوان, خوا. يوان خوا. ولو نفتكر مع بعض كلمه تي معناها خطه، فكلمه يوان لاع دة كلمه مستخدمه كتير قوي معناها الخطه الاصليه او الخطه اللي احنا حطيناها في البدايه. في كلمه تانية مستخدمه وهي كلمه يوان لاع بكل بساطه لما حد يحكي لي موقف واقول له اه اساسا الموضوع كان كده في بادئ الامر يبقى اساسا الموضوع كان كده معناها يوان روتس يوان روتس يعني الموضوع فعلا كان كده يبقى دي دايما بنقولها على بعضيها معناها الموضوع فعلا كان كده بعد ما حد بيحكي لي حاجه وانا ما كنتش اعرفها يبقى كلمه يوان معناها في الاصل في بادئ الامر او معناها حاجه اصليه وبكده نكون شفنا مع بعض الجزء الاول من الكلمات اللي هناخدها في الدرس النهارده Thank okay. you.